عليكم بنات، مساء النور ولا صباح النور، ولا اختي كيف بقيتوا؟ هانين في امان الله. البنات اللي كيقولوا لي انا في بغينا نشوفوا الضحكه، يا اختي الضحكه. المهم الغزالات شكرا بزاف 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 اللي خطيكم، سولتوا عليا كلشي. البنات كي توحشوني تعايلي لكم لي ميساج لي بريفي اكثر من لي ميساج في لي كومونتير اكثر. تبارك الله البنات كاملين، راه عندي البنات علاقات شخصيه مع بزاف 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 المتتبعات، خاصه الميمات، الناس اللي كبار زعما كبار عليا فلاش، تبارك الله بالحفيظات. وهذا الحمد لله البنات، اللهم لك الحمد. والله الا البنات انا تنبغيكم بزاف، راه ربي اللي شاهد، حتى انا ما سخيرش بكم صراحه. الله كان عندي اختيار انني نسد لاشين ولا ما بقاشين، المهم انا نجيكم ايتاب باغ ايتاب، واختاريت انني نبقى معكم حيت البنات ما تيربطنيش هاد الوقيته الحاليه، ما بقاتش كتربطني الماده في هاد القناه بقدر ما كيربطني انني نعمر وقتي، انني ندير حويجات زوينين يستافدوا منهم الاخوات، انني نتواصل ونتعرف على ناس جداد في حياتي، بحكم انني ما ساكناش في واحد البلاصه اللي حدايا ماما وحدايا خالتي ولا عمتي ولا هذا، يعني لونطوغاج ديالي محدود جدا، كنبقى دائما غير مع وليداتي، ما يمكنش غنبقى نفيق كما كيقولوا ناكل القوت ونتسنى الموت. كنحاول ما امكن ندير شي حويجه اللي كتلهيني وكتعمر لي وقتي، وميم طون كما كنقولوا شي حويجه اللي فيها صدقه جاريه. بزاف د الاخوات كيعيطوا لي على شي وصفات اللي كانوا كيبغيوهم وما قيدوهمش. البنات غير خليو لي في لي كومونتير شنو بغيتوا، ان شاء الله تنعاود نبارطاجي معكم كلشي. قلتوا لي بالنسبه للماتيشه ديال سوليس، البنات كلشي كيعيط لي على سوليس، انا غادي نبارطاجيها معكم، واخا ماتيشه راها غاليه ولكن البنات راه اللهم تاخذوها ب 15 درهم وديروها، ولا تاخذوا قريعه قديت هكا ب 10 دراهم، زعما راه لا اله الا الله، الله يصوب شي صوبه ديال الخير. المهم الغزاله ديالي غادي نهضر معكم في القضيه ديال بزاف البنات قالوا لي ما كنعرفهم الصراحه، دي كومونتير الناس ما تنعرفهمش، قالوا لي هناء انت درتي شي حاجه لوجهك وقعت لك شي حاجه خايبه في وجهك، ومن تما قررتي انك ما تبقايش باني ودرتي هذه الخطوه حقا هي باش ما زعما ما تفرشيش بهذا المصطلح السوقي بين قوسين. انا البنات هادو هما لي برودوي اللي كندير هادي لاغام اللي كندير في هاد الوقيته، انا جيت نهضر بوجهي باش ما ناديش السيده اللي تقديت من عندها، حيت منين خرجوا هاد الاشاعات ديال انني درت شي حاجه لوجهي ولا درت داك لاغام هو اللي خرج لي على وجهي وخديت القرار باش انني ما نبانش، ها وجهي هذا هو وجهي في زوين ما فيه حتى حاجه، ديطاش هكا الحبوب بحالي بحال الناس، زعما الحمد لله ما فيه حتى شي حاجه، اللهم لك الحمد. كنديروا لوجهي والعنقي ولهذا، زعما غيانا غادي الحمد لله ما دار لي حتى شي حاجه. انا كيف ما قلت لكم خرجت نقول لكم هذه الهضره باش ما ناديش السيده اللي كنتقدم من عندها، وما غاديش نبدلها وغنبقى دائما نتقدم من عندها، حيت فعلا هاد لاغام بيو، فعلا بيو، كتحس براسك كدير شي حويجه مرتاح من جهتها. غادي البنات اللي خداو بصحتكم وراحتكم واللي تواصلوا معايا قالوا لي هنا راه حنا مازالين كنتبعوه، واش بصح هاد الهضره؟ قلت لهم لا، راه حق الله العظيم الا غزال، انا خرجت كنبان بوجهي كيف ما قلت لكم باش ما ناديش السيده. الحمد لله البنات اللي خداوه كاملين مرتاحين، كلشي ساتيسفيت زعما به، البنات كلهم مرتاحين وعاجبهم، وكاين اللي بغى ياخذ حتى حويجات اخرين. المهم انا من بعد غنهضر لكم على هاد القضيه. بالنسبه لعلاش ما بقيتش نبان، كيف ما قلت لكم البنات راه الحياه كتبدل، تبارك الله دابا انا راني هاد التالي هاد الشهر غنكمل 5 سنين وانا في يوتيوب، يعني راه كيف ما بديت العام الاول ماشي بحال العام الثاني ماشي بحال العام الثالث، يعني راه الافكار كتغير، العقليه كتبدل، قناعاتك ومبادئك وافكارك والوليدات تيكبروا، بزاف د الحويجات كتحسي بان كنتي كتشوفيهم بواحد المنظور فواحد الوقيته، من بعد سنين كتولي تشوفيهم بنظره وحده اخرى، راه ستيل د حوايجنا وكيتبدل، ملامح د وجهنا وكتبدل، فما بالك العقليه ديالنا. انا البنات الزوج ديالي الصراحه اللي كان قال لي واحد الوقيته صافي بركه عليك سدي يوتيوب، وانا البنات ما سخيتش بكم، حيت كيف ما قلت لكم يوتيوب ما تيربطني شيء به الفلوس فقط. انا الحمد لله بنيت علاقات مع بزاف الاخوات، خاصه الميمات اللي تبارك الله بالحفيظات تيتصلوا بيا تيبغيوني، انا راني تنخرج للزنقه، راني تنتلاقى مع الناس، راني تنمشي للمارشي، راني تنمشي للسوق، راني تنمشي للسوبر مارشي، راني تنتلاقى الناس تيقولوا لي تنبغيوك، انا راه تعجبنا داكشي اللي تديري، وتبارك الله ناس في المستوى ماشي ماديا،
ناس في مستوى ثقافيا واخلاقيا وترابي وناس ولاد عائله كما تنقولوا. يعني ما غاديش تجي بين ليله وضحاها وغادي نطفي كل شيء ونسد ونمشي بحالاتي. كون كانت كتربطني معاكم الفلوس كراني منين زعما شريت دوارتي الحمد لله مستقره، اللهم لك الحمد، احسن من بزاف وقل من بزاف، اللهم لك الحمد، عايشه الحمد لله بما يرضي الله ومزيان. غادي نقول صافي سالينا سد عليا بحال بزاف ديال الناس، يعني فوا كيوليو مرتاحين ماديا صافي كيسدو كيتعاملوا مع دوك الناس كانهم دي في كانوا كيطلعوا لهم ارقام في يوتيوب صافي وكيسدو ويمشيو. لا انا بغيت انني نبقى معكم وما غاديش بين ليله وضحاها، ان فوا الانسان كيرتاح ماديا غادي يجي يبقى لكم السلام وصابون وهادي وهادي كيف ما بزاف الناس كيديروا. كنبقاو كنعرفوهم الغريب الامر، كنبقى نشوف كنقول ويلي واش هاد السيده كانت كتهضر معايا انا هكا. المهم الله يدي ما قلق وصافي. المهم الزوينات ديالي الحمد لله انا كيف ما قلت لكم هذا هو السبب الرئيسي، واخا كندخلوا نخرجوا واقيلا شويه في الهضره، المهم هذا هو السبب الرئيسي علاش انا حاولت ما امكن نبدل المحتوى ديالي. وعلاش حيت دوك لي فيديو؟ حيت كيف ما قلت لكم كاين دي فيديو كنت فيهم غليظه بزاف ما كنتش كنتابع. سبحان الله العظيم الانسان فاش كيكون غليظ بزاف هو لذاته ما تيشوفش راسو غليظ بداك الشكل. انا بيدي حيت انا من الناس اللي ما تيتفرجوش في راسهم، ما تنحملش نسمع صوتي، ما تنحملش نشوف لي فيديو ديالي من غير انني كنمونطيهم فقط. رجعت لدي فيديو والله الا البنات فعلا كنت كنبان غليظه بزاف وصافي، وحاولت نحيد كلشي. الحمد لله المشاهده دوزناها، الحمد لله الفلوس دوزناها، الحمد لله سميتو هذا طوندونس دوزناه، اللهم لك الحمد دوزناها اللي قسم الله. دابا انا معكم هنايا كنستمتع كنبارطاجي معكم حويجات زوينين، كندير لكم وصفات اللي ماشي بروفيسيونيل ولكن وصفات اللي كنحتاجوهم حنا في حياتنا كل نهار. اما الحويجات البروفيسيونيل راه تبارك الله موجودين لي شين فنيين كيديروا ديك شي بروفيسيونيل لي باتيسري ديال لا كويزين ديال هذا ما كان الزوينات ديالي. اللهم لك الحمد انا راضيه، اللهم لك الحمد على قسميتي، مرتاحه الحمد لله. دوزت ديك العطله ما بارطاجيتش معكم حيت كنت بغيت نرتاح، مشيت للعربيه، مشيت لدارنا، مشيت شفت العائله، شفت الحباب، بغيت نرتاح، بغيت نجلس، بغيت نهضر، بغيت نتهاود، ولكن يا حسراته جيت سيده في الوزن 3 كيلو، كنت مضاربه مع واحد 5 كيلو 6 كيلو، دابا وليت مضاربه مع 9 كيلو. دابا ان شاء الله باذن الله البارح بديت الريجيم ديالي والحمد لله. طبعا انا الاسبوع الاول دغيا تنهبط، عندي مشكل في الاسبوع الثاني والثالث هو اللي كيكون زعما نزول فيه في لو بوا ثقيل. ايوا هذا ما كان البنات. المهم الحاجه اللي بغيتكم تعرفوها هو انني انا تنبغيكم وعندي عزازين، ما غاديش نتخلى عليكم، ما غاديش نجي بين ليله وضحاها ونسد القناه بحال بزاف ديال الناس اللي انا كنت تنبغيهم وانا مجربه كنت تنبغيهم وسدوا بلا ما يقولوا لنا كاع واش ماتوا ولا باقيين حيين. ومازال الى يومنا هذا كنتخلى شان ديالهم وتنقلب وعندي معاهم عندي واحد الذكريات زوينه معاهم، واحد المحبه خالصه الله اللي شاد، واخا غير كنت نتفرج فيهم في يوتيوب زعما ما تتربطي معاهم حتى شي علاقه. ما بغيتش ندير حتى انا بحال هكاك. في هذه الساعه انا مازال معاكم، كنتمنى تقبلوني بهذا الكونتوني الجديد. بزاف الاخوات اللي قالوا لي مزيانه هنا، الحمد لله كنحاولوا ما امكن زعما نديروا حويجات. احنا ما نقول انا ما نقولكمش انا ملاك منزل من السماء، انا انسانه لا اخطئ، انا انسانه معصومه، انا عاديه، اعوذ بالله من قلت انا واحد الانسانه عاديه طبيعيه كتبان لي شي مرات واحد الحاجه مزيانه كنديرها، ما من مور شهور ولا سنين كنولي نقول علاش درت ديك الحاجه ما كانش خاصني نديرها. بحالي بحال الناس اخطئ واصيب، هادشي اللي كاين. اللي خاصكم تعرفوه هو ان نيتي في قلبي خالصه، الحمد لله دايها في داري، دايها في وليداتي. دابا الوليدات تبارك الله كيكبروا، كنت كنعتقد ان الوليدات فاش كيكبروا المسؤوليه كتنقص، ولكن البنات بالعكس، وحق الله العظيم خذوها مني بالنسبه للبنات اللي كيتفرجوا فيا وليداتهم مازالين صغار، استغلوا هاد الوقيته عندك ويسحب لكم راكم في شاقه. راه الوليدات اون فوا كيوصلوا لسن المراهقه وكيبداو يكبروا متطلباتهم تتزاد، لي كور ديالهم تيتزادوا، اللباس، راكم عارفين حنا في هاد الحياه كلشي كيجبد والحياه كتصعب ملي كيكبروا الوليدات، كيوليو كتولي القضيه شويه صعيبه وكتولي كيخصك تركزي معاهم اكثر وتنتبهي ليهم اكثر وتخلي وتبقاي معاهم مركزه في حياتهم اكثر، حيت
حيت غلط بسيط او لا ماشي غلط او لا، غير غير الانسان كيتلهى غير شويه، يقدر في ديك الشويه اللي تلهيتي فيه على وليداتك توقع شي حاجه خايبه. الله يحفظنا ويحفظ وليداتنا وليدات امه سيدنا محمد كالمسلمين بصفه عامه، الله ينجي وليداتنا وليداتهم يا ربي امين. المهم هنايا البنات هذا الشيء اللي كاين في هذه الساعه، كنتمنى انكم تفهموني، وملا كانت شي ضروره طبعا غادي نبان معاكم، غادي نضحك معاكم، غادي تشوفوني انا ماشي انا راني كندير البنات اشهارات، كيخصكم تعرفوا شكون هاد السيده اللي كدير لكم اشهارات باش تثقوا فيها. انا راه ماشي غنبقى غير صوت، راه منين غنضطر انني نبان خصني نبان اوبليجي، راه زعما انا غير كنقول لكم المحتوى تغير، اما وجهي ما زعما ما كيشكل لي حتى شي حاجه. انا راجلي قال لي زعما في الكونتوني اللي كديري حاولي ما امكن ما تبقايش تباني، ولكن الا بغيتي تباني بوجهك كتقولي شي حاجه ولا كتهضري على شي حاجه ولا كتفهميهم شي حاجه راه ماشي عيب، وهذا الشيء اللي كاين. ايوا صافي لصقات لي هذه هنايا، هذا الشيء اللي كاين زعما قال لي سديها، قلت له اجي نديرو حل وسط عوض ما نسد القناه نبدل الكونتوني، قال لي صافي لا لا ديري اللي بغيتي باش تكوني هكا انت مرتاحه. انا عمره ما بزز زعما عليا شي حاجه، دائما كنجلسوا اطاب كنهضروا وصلت على النبي، وعنده الحق زعما في واحد الحاجه. منين كان راضي وكيقول لي معليش ديري اللي بغيتي، ها انت اختي انا ما جوش بك باش نسد عليك، ديري اللي بغيتي في حدود كذا وكذا وكذا، كنت هذا. فاش دابا عاوتاني قال لي وبركه صافي تنتي ترتاحي، وتا انا فعلا والله الا البنات دابا فاش كنبغي نصور راه كنوض وكنجبد عندي بلاكار ديال الحويجات ديال التصوير، كنوض كنجبد الفولار ونجبد القنطوره ولا نجبد عباءه ولا هذا ونبدل عليا ونقادر باش نقدر انني نصور. وهذا الشيء ولا بالنسبه لي كيشكل لي خاصه في الصيف ولا في البرد كيشكل لي شويه ديال الارهاق. هكا كنكون مرتاحه فاش كنصور معكم وانا ما تنبان شي بزاف، تنكون اليز زعما ومرتاحه وهذا ما كان. المهم هنا البنات غادي نهضر معكم على هاد لاكام. الحمد لله هانتوما كتشوفوا وجهي رطيطب، هانتوما انا نحيد هو الفلتر دابا مزوج، شفتوا فاش كندير يدي هكا هو التليفون هكا راه ماشي فلتر، والله الا الكاميرا ديال القدام كدير لي هكا. هانتوما البنات هذه الحقيقه ديال وجهي، هانتوما هانتوما انا كنقرب لكم ما فيه حتى حاجه، فاش كندير هكا يدي كيتلفلو الوجه وكيعطيكم الحقيقه ديال الوجه. هانتوما شفتوا شفتوا البنات الحمد لله غزال. انا قلت لكم دابا راه مده هذه شهر شهرين يمكن، وانا كنستعمل هادو بالخصوص. هذا البنات سميتو هذا البنات القوماج، راني كنت هضرت لكم عليه، ريحتو تتحمق هانتوما شحال هزيت منه، كنديرو جوج مرات في السيمانه ما كنفوتهاش. هذا البنات راه قريب يخوالي، خصني الكوموندي قبل ما يخوى. هانتوما هذا كريم ايدغاتون كيحمق عامر بلي فيتامين، فن البنات فاش كنديرو لوجهي ولا عنقي كنحس بوجهي غزال. هذا ليكرون، هذا ليكرون كنديرو دابا، راني درت غير المرطب ودابا غادي ندير ليكرون. علاش البنات؟ حيت انا كنوقف قدام البوطه قدام الفران كنطيب. البنات اللي كيقول لك ليكرون خاصنا نديروه غير في الصيف راه غلط، ليكرون خاصنا نديروه العام كامل، وانا هذا كنضمن لك انه غيدوز لك العام. هذا عرفتو راه 200 مليلتر البنات فيه تبارك الله غزال. تقولوا لي هنا هذا اشهار، اقسم بالله البنات الا كنهضر معكم من قلبي راه ربي اللي شاهد. هذا البنات كون ما كان شهد هاد لاكام عجبتني والله ما نبارطاجيها معكم، راه الحسه البنات عندي في البلاكار والله ما قديت نبارطاجيها معكم، صيفطات لي راه مازال تما منزله ما بارطاجيتهاش معكم. انا كنبارطاجي الحاجه اللي ما قدرنيش انا، حيت يوتيوب غيتسالى الارباح غتسالى فلوس الاشهار غيتسالى، الا ما كانتش الحاجه غتفيدكم كنخاف ضركم راه ما نصورهاش معكم واخا يعطيوني فيها 5000 درهم. هذا البنات تبارك الله فيه 200 مليلتر، غنقول لكم الحاجه الجديده. هذا خلاص جيل انتي مفن وخفيف، هذا انا كنت كنغسل به حتى وجهي قبل ما نكوموندي جيل ديال الوجه. المهم هادو كانوا عندي، هادو ديجا جربتهم قلت لكم خذوهم. وهذا البنات كريم مبيض لسميتو المنطقه الحساسه. هذا البنات بالنسبه للاخوات اللي كيستعملوا الغازواغ هنايا ولا كاين اللي كيعانيوا من داك الزرقيه ديال داك المنطقه راه غزال، وزائد انه ريحته فنه، وفاش كديروه ما تتبقاوش تشموا ريحه ديال العرق، زوين زوين بزاف. هذا فن وراه بيو، هادشي ما تخافوش منه، حيت البنات كاين اللي كنشوفهم بزاف في الحمام كيديروا ديودوغون كيديروا هذا، غير ديك الديودوغون راه فيها الكول كتزرق تحت البعض. هذا فن البنات اللي عندها هذا المشكل تاخذوا على حسابي غزال، هو والقماش ديالو، القماش راه عندي اللي داخل في الحمام ما جبدتوش.
هذا البنات كريم ديال الشعر، البنات اللي كيعانيو من الله على الريحه فيه، اللي كيعانيو من تساقط الشعر راه فن البنات، تيحمق فيه بزاف ديال الاعشاب، فيه بزاف ديال لي فيتامين للشعر، لي فيتامين بالخصوص للشعر. بالنسبه للبنات اللي عندهم الشعر تيطيح بحالي، ماشي بحالي، بحال كلشي، كلشي كيعاني من هذا تساقط الشعر، وخاصه فهاد الوقيته ديال الخريف. المهم الزوينات ديالي هذا فن، زائد ان انا كيديروا التراج للبنات، وفاش كتخرجوا من الدوش وكتنشفوا شعركم بالسوشوار، غير كتنشفوه عرفتوا كيخرج الشعر خفيف هكا كيدير. المهم انا نخلي لكم عمر جلس بعقلك، انا نخلي لكم نمرة التليفون ديال الاخت غزال. انا هاد السيده هادي كيفاش تعرفت عليها؟ كنت كتجي للسيده اللي خديت منها لاسبيراتور. اه ماما يلا جلس معاكم. واش بنات، المهم واش بنات العم ولا بنات الخال، المهم كيجيو لبعضياتهم وبجوجهم الله يعمرها سلعه، الله يعمر لهم الدار، ظريفه درويشه، انسانه طيبه كتعرف بينها وبين الله، خدامه على راسها، كدير عندها هاد لو سيت كدير فيه هاد الشيء، شي حويجه غزاله، وكانت غير فيها غير شويه ديال الترافيك ولا ما بارطاجيها معاكم. سلام، ها هو يبدا واحد اخر. هذا خلاص البنات، جيل خفيف. انا الحاجه ملي كنغسل بها وجهي وما كنحسهاش كتكردو لي وكيخرج ناشف وداير هكا، كنبارطاجيها معاكم. يحفظك ربي. هذا اللي عاد خديت، المهم خديته هادي شي 20 يوم، ها هو هذا ياك زوين هذا. وهذا شامبو البنات، ها نتوما هذا، اسكت واسكت خليني نهضر باش تكون زوين. هذا شامبو البنات غسلت به فن، هذا تقدروا راه عنده الديميلوغ ديالو، تقدروا ما ديروش كاع الديميلوغ، هو فاش كتغسلوا به شعركم ما كيديرش بعدا دوك الرغاوي بحال دوك الشامبوانات الرخاص، وما كي ومنين كتمشطوه كيتمشط. حيت انا البنات بسكت، حيت انا ملي كيكون شامبو ناشف ما كنمشطش شعري، كندير شامبو هكا ندير له هكا هكا. نتوما بغيتوه يجي ها هو اجا. قلت لكم البنات سميتو هذا، واسكت يلا واسكت، انا نعطيك تهضر بلاتي ونصورك. هذا البنات شامبوان، كيما قلت لكم كندير شامبوان كندير غير هكا وعاد كنغسلو، ملي كندير الديميلوغ عاد كنمشطو. هذا الشامبوان الوحيد اللي درتو ومشط شعري بالمشطه، ما كتسمعوش ديك خش خش في الشعر بحال كتمشطو شي حلفه. هذا فن، هذا غير من ريحته بعدا بجوجهم فيهم ريحه ديال الازير، كتعرفوا داك الماء اللي كنديروه وكنديروا فيه الاعشاب ونخليوه يطلقوا ونديروه في شي بخاخ، اوعدي في شي بخاخ ونبقاو نشقوا به شعرنا. هذا اختي هو ريحه شمع عمر، الله زينه فيه ريحه الازير تتحمق. ها نتوما هذا لوسيو، ها نتوما هذا واحد كتشقوا شعركم مور الحمام، كتغسلوه كتشقوا شعركم وتبقاو ترشوا 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 كامل وتماصي وتنشفوا شعيركم هكا وتجمعوا، كتبقى واحد الريحه في الشعر تتحمق. واسكت صافي الغزاله ديالي باش ما نطولكمش لا فيديو. المهم انا عطيتكم زعما فورماسيون اختي صغيره، جلس ريبتي الحفله باش هكا اللي بغات شي حاجه تاخدها، والبنات اللي خداو بصحتكم، والبنات اللي غادي ياخذوا يقولوا لها من عندها انا باش زعما تنقص معكم حتى شويه الثمن. واصلا والله ما غاليين، والله ما غاليين مقارنه مع الكميه، والله ما غاليين. انا نخلي لكم في اول كومونتير لو ليان سكوت لو ليان دو سيت باش هكا تدخلوا وتقراو عليهم هكا، تشوفوا لي فيتامين اللي فيهم، تشوفوا الاعشاب اللي فيهم، عاد كومونديو باش ما تكومونديوش غير حيت هضرت معكم انا. غتلقاو لو سيت تبارك الله عندها السيت منظم، هادشي اللي كيعجبني فيها، كل برودوي كاتبه السميه ديالو، كلهم سول سيلبيو كاتبه السميه ديالو، كاتبه شنو هو، وكاتبه من تحت داكشي اللي فيه كامل. ايوا هذا ما كان الغزاله ديالي، كيف ما قلت لكم راني ما غاديش نسد لاشين، غادي نبقى معاكم قدر الامكان على قدر المستطاع، واخا نقصت الكم ديال هذا الفيديو، ولكن هادشي اللي عطى الله، كنتمنى تصبروا عليا وشكرا على كلامكم الزوين. شكرا راني اختي حمقني نضربك ها هاك لعب هذا هاك دير له هاك طوموبيله. قلت لكم البنات راني دايره واحد الباج فيسبوك، كنت درتها للاخوات اللي عندهم نجمه 6 ما كيقدروش انهم يدخلوا لي اليوتيوب دائما، قالوا لي انا كنبغيوك ولكن ما تنشوفوكش، حطينا لي فيديو في يوتيوب في فيسبوك
راني حطيت لكم فيسبوك نفس الاسم ديال القناه، نفس صوره القناه، غتلقاو هنا هنا فلوغ. ودخلوا ومرحبا بكم البنات اللي كيديروا نجمه 6. هذا جهدي عليكم الزوينه ديالي، كنبغيكم بزاف والله يجازيكم بخير. لهلاي حاشني معاكم، وانا كنقول لكم راه حتى شي حاجه، لا فلوس لا حتى حاجه ما غتخليني نبارطاجي معاكم شي حاجه اللي خايبه. بسلامه عليكم، حيت السيد راه تحمس.